اذكر أكثر الأشياء التي تخضع للمقاييس والتحليلات المرضية في جسم الإنسان. نعم دكتور أحمد، اذكر لي أكثر الأشياء التي تخضع للمقاييس والتحليلات المرضية. التحاليل المرضية في جسم الإنسان شنو؟ أول تحليل شائع جدا صورة الدم. الدم؟ الدم CBC. نعم هذا الشائع، خلينا نشوف الدم هذا. وطبعا هو موجود، لكن احنا اخذنا الاكثر 8 احتمالات وشيوعا واللي تفصيلا اكثر الاشياء التي تخضع للمقاييس والتحليلات المرضية في جسم الانسان. يعني انا اروح احلل، ما اروح الدم وكذا، اروح مختبر لربما بسيط صغير او مركز طوارئ ياخذ لي اشياء بسيطة حتى اطمئن، هذا القصد. نعم. مو رايح عملية او رايح مسوي تحليلات كثيرة، تحليلات هواية وواحد من الثمانية. شو تقولين؟ وظائف الكلى؟ ها؟ وظائف الكلى؟ خلينا نشوف وظائف الكلى. خطأ. راح أسأل الأخ محمد. طبعا اللي قالوه صحيح، تحاليل داخل المستشفى وكذا، بس هذه تحاليل عامة. أنا أريد التحاليل الأكثر شيوعا تخضع المقاييس والتحليلات المرضية في جسم الإنسان. الأكثر شيوعا، أكثر شيء شنو الأشياء؟ نسبة السكر. خلينا نشوف السكر، وهذا صح.